خلينا نبدأ بحاجة مهمة في الرياضة، وهي عندي النهاردة خبرين. الخبر الأولاني عن الكلفة الزيادة من الأولمبياد، الخبر الثاني عن مقابلة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مع دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. في نيويورك تايمز طلعوا خبر وقالوا إن في 200 مليون دولار كلفة إضافية بسبب تأجيل أولمبياد طوكيو 2020. تخيلوا إن النهاردة في أمريكا 200 مليون دولار السنة. فعلا لو قعدنا نحسب مع بعض وقعدنا نشوف كده ونتكلم، هتلاقي فعلا إن السنة دي لأبطال أولمبيين عشان يحققوا ممكن تزيد كمان عن 200 مليون دولار. وكمان في نفس الخبر في سي إن إن نزلت بطلتنا الكبيرة جون بيري العداء الأمريكية إن هي مفيش فلوس، ما عندهاش، مش لاقية الأمور، بالنسبة لها بقت في مشكلة كبيرة زي ما احنا شايفين قدامنا إن الفلوس أو في مشكلة عندها في خلاص وصلت بسبب اللي هي تأجيل سنة، مفيش عندها فلوس تقدر تواكب السنة دي عشان توصل إلى الأولمبياد. عشان كده عندنا مداخلة مهمة جدا مع دكتور علاء مشرف نائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية. مساء الخير يا دكتور علاء. مساء النور، أخبارك إيه؟ الحمد لله بي، ربنا يخليك. أخبار يعني نقول كده البداية، أكيد كورونا أثرت على حاجات كتيرة بس القطاع الرياضي أو الجزء الرياضي تأثر جدا في العالم. طبعا تأثر جدا ولسه هيتأثر أكتر في الفترة اللي جاية كمان. التأثير ده دكتور علاء النهاردة شفنا في أمريكا بالذات بيتكلموا على كلفة إضافية، إن في تكلفات إضافية بسبب عندنا سنة زيادة في الأولمبياد، أكيد في ميزانيات معينة للرياضيين، النهاردة في سنة زيادة داخل ميزانيات في كل العالم. صحيح. قول لي بقى كلجنة أولمبية النهاردة هتشوف الأمور دي إزاي؟ هتتعاملوا مع الموقف ده إزاي يا دكتور علي؟ يعني هو طبعًا يعني في الفترة الحالية الصرف هيكون قليل شوية لأن مفيش معسكرات، مفيش تدريب، يعني التدريب المنتظم مش موجود. لكن اول ما الدنيا هتبتدي تفتح تاني هتبتدي انك انت بدل ما كان يبقى فاضل لك صرف انك انت تخلص الثلاث اربع شهور اللي فاضل لك على الاولمبياد، لهم سنه وثلاث اربع شهور حتى لو شهر شهرين مفيش حاجه، وبعد كده الدنيا ابتدت تمشي شويه، هتلاقي ان الصرف اللي فاضل لك دلوقتي على الاولمبياد هيبقى سنه وشهرين او سنه او قول حتى سنه كامله. سنه كامله اكثر بكتير جدا من اللي انت محتاجه لو انت قدامك ثلاث اربع شهور. وفي بعض الالعاب لسه ما تاهلتش ولسه مش عارفين التاهل بتاعها هيتعمل امتى. فاللي هي مشكله كمان دوليه، يعني في بعض الاتحادات الدوليه بتعتمد على الاعانه بتاعت اللجنه الاولمبيه الدوليه اللي هي بتحصل كل اربع سنين بعد الاولمبياد، فطبعا اللجنه الاولمبيه الدوليه لما مش هيكون لها دخل في الاولمبياد السنه دي حتى هتاثر كمان على الاتحادات الدوليه مش بس على اللجان الاولمبيه الوطنيه. وزائد كمان كل الدول عندها اولويات في الصرف النهارده، في ازمه اقتصاديه عامه بسبب الموضوع والاغلاق والحاجات دي، فبالتالي الازمه الاقتصاديه ديت مأثره على الميزانيه العامه بتاعت دول عظمى حتى. من المتوقع ان الاولويات بتاعت الصرف في الدوله هتتغير، وممكن يكون الاولويات اللي هتتصرف على الرياضه من الطبيعي انها تتاثر شويه، مش معقول هيبقى فيه احتياج لقطاع صحه لقطاع تاني الناس تاكل فيه، يعني ناس شغلها كله نهار بتاعه، وهيبقى الرياضه ليها اولويه في الحاله دي، يعني هتبقى دي حاجه بقى تبع الدول، يعني شوف لا انا بتفكر فيها ازاي. اكيد اكيد انا مع حضرتك ان القطاع الرياضي هيتاثر، بس النهارده انا بحاجة. طب اللجنه الاولمبيه النهارده او دور الرعاه، اللجنه الاولمبيه النهارده دورها ايه؟ ايه اللي انتم بتفكروا فيه عشان تعوضوا فارق السنه؟ اللي بيصرف على الرياضه في مصر نوعين من الصرف. كويس. في نوع عن طريق الرعاه ودي جديده شويه هنا، اللي هي الشركات اللي هي بتجيب رعايات للاعبين. بالظبط. عندها طبعا مشكله مع الرعاه حاليا ان في بعض الرعاه قال لك احنا عايزين نوقف دلوقتي ونبتدي نصرف تاني مثلا بعد ست شهور او سنه. هما بيحاولوا معاهم لا احنا عايزين نمد فتره الصرف، حتى لو وقفنا سنه صغيره دلوقتي نمد فتره الصرف. فده من القطاع الخاص، القطاع الخاص نفسه متاثر، فبالتالي تمام صرفه على الرياضه هيتاثر. النوع الثاني من الصرف بيجي من الدوله. والدوله برضه بتصرف كتير جدا على الرياضه عندنا وحضرتك عارف. طبعا طبعا. الاتحادات اللي هي ما عدا اتحاد الكوره اللي هو بيقدر يجيب لنفسه سبونسرز لوحدهم. غير كده كله انت معتمد مينلي على الدوله بجانب
شويه من الرعاه. فاللي جاي لك من الدوله برضو هيوقف شويه اليومين دول، مش هتقدر تطلب حاجات اخرى اكيد. مش احنا كلامنا الاولمبيه اللي بنعمله ان احنا بنقول للدوله ان الاتحادات دي محتاجه كذا، بنقعد مع الاتحادات نشوف خطتها الجديده هتبقى ايه، امتى الدنيا هتبتدي تمشي تاني معاها، اعاده الخطط بتاعتهم تاني هتبقى عامله ازاي، وبعد ما الخطط دي كلها تتعاد تاني ونشوف مصاريفها هتتكلف كام، بنروح بيها بقى لسياده الوزير ونقعد معاه نشوف هنتصرف اولوياتنا دي ازاي. واحنا الحمد لله يعني العلاقه ما بين اللجنه الاولمبيه والوزاره علاقه طيبه، وهنقدر نشوف الاصلح للناس كلها ونتعامل معاها. نتمنى الوصول الاصلح، ودائما وابدا الدكتور علاء مشرف واللجنه الاولمبيه ووزاره الشباب والرياضه متمثله في الدكتور اشرف صبحي اكيد بيسبورت ودعم كامل لجميع الاتحادات، واكيد دي حاجه مهمه جدا جدا.